اول مره بجرب البابايا استغربت ازاي الفاكهه الخضره دي طعمها حلو قوي كده ومسكر من جوه. وانتوا بتشتروها هتلاقوا القشره بتاعتها غريبه شويه، بس اهم حاجه يكون الجزء الاصفر اكتر من الجزء الاخضر، ده اللي بياكد انها مستويه وطعمها حلو من جوه. وانا بقطعها طلع قطعها اسهل بكتير مما توقعت وناعمه، والمفروض يكون فيها بذور سودا بتتاكل بس انا ما لقيتهاش. فاللي اشتروها وجربوا البذور بتاعتها يكتبوا لي رايهم فيها ايه. قطعتها بكذا شكل، بجد تقطيعها سهل جدا وطعمها تحسوه قريب من المانجا والقرع والشهد، ميكس كده بين التلاتة مع بعض. من حلاوتها ممكن تتاكل بكذا طريقة، ممكن لوحدها، ممكن في عصاير، ده غير ان فوائدها وقيمتها الغذائية عالية جدا ومفيدة جدا للبشرة والشعر ومليانة فيتامين سي. تعالوا معايا بقى في رحلة البحث عن البابايا. انا جبتها من سعودي، الكيلو كان ب14 جنيه، فالواحدة كانت بحوالي 11 جنيه. كانت موجودة في أماكن تانية كتير جدا، والكيلو كان من حوالي 14 جنيه لأكتر، أخرها كان 20 جنيه. وانتوا بتنقوها هاتوا دايما اللي فيها لون أصفر في القشرة، جربوها قولوا لي رأيكم ايه، وبالهنا والشفا.